ابتداء القبض عليها يوم 11/9/2018 عندما كانوا يقومون باستلام وتسليم فيما بينهم عبوة ناسبة، وبعد رصد حركاتهم تم إلقاء القبض عليهم في تاريخ 11/9/8 مساء يوم الثلاثاء، وكانوا متلبسين بجريمتهم، وكان بحوزتهم عبوة ناسبة وصاعق وجوال نوع نوكيا أسود خارج منها سلكين داخل شريحة سبفون، وجوال نوكيا أسود آخر محل تم إلقاء القبض عليهم بجوار محل الأوس ميجا للديس محطة بالحمر، وضبطت مجموعة أخرى بالديس بجوار إشارة الضوئية عند الإشارة، وتتكون الخلية من مجموعة أعضاء التنظيم والذين تم ضبطهم عددهم 10 أعضاء. وبعد التحقيق معهم واعترافهم بأن هناك عبوات أخرى تم إخفائها وإخفاء البعض منها في منازلهم والأخرى في أحد البيوت المهجورة وجوار مقبرة الديس، من خلال هذا تم التحرك وضبط العبوات من نوع حديد. أولا اعترفوا بعملهم على تنظيم القاعدة، يعني التنظيم إرهابي. اثنين، قيامهم برصد ونسب عبوة ناسفة وتفجيرها بالسيارة شاص تابعة للجيش قوات النخبة تابعة للعميد صبر التميمي في منطقة هو المتضررين تاريخ 19/9/2017. عينك على العالم.